السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيلد فايت كورونا فيروس. طبعا هاي هون صفحة الانترنت مثل ما انكم شايفين عارضين 9352 شخص فيه كورونا بالمانيا. طبعا هاي كلياتن هن عم جبنا عارضين وهي اليوم الساعة 8. ومن عدا ذلك عم يقولوا انه 24 شخص مات بسبب كورونا و 67 شخص تعافى من كورونا. طبعا مثل ما انكم شايفين هون تحت في المناطق مثلا اكتر شيء هي فيست فالن، هي الولاية اكتر فيها اكتر شيء، وبادن فيتنبرغ هذول الولايتين يعني، وبيجي لاخر شيء بايان. وهون يعني تحطلكن انا الرابط بالوصف فيكن تشوفوا كل شيء. وهلق بس دقيقة خلي تقلب لفرجيكن هاي العالمية، هون بتشوفوا كل شيء يعني انتو فيكن تحددوا وين تكون تشوفوا. طبعا ومن عدا ذلك رح نحكي انه بفيتسلار صار 21 شخص فيه كورونا انكشف هاي لحد اليوم، ومن نهارين قالوا صار 16، يعني خلال نهارين زادوا 5 اشخاص. طبعا صفحة الانترنت حاط لكم اياها بالوصف فيكن تدخلوا عليها وتشوفوا. طبعا هذا هو شتيفان جيتنا هوبت كشفت سفيرة هاندل في بان دوتشلاند، عم بيصرح وبيقول انه العالم عم تشتري السبت والجمعة، لهيك انه بيتمنوا من العالم انه يشتروا الثلاثاء والاربعاء، وهن مستعدين يعبوا السوبر ماركتات، ولكن العالم ما عم تترك لهم فرصة ليعبوا السوبر ماركتات. اسمعوا الحديث. Wir haben einen klaren Appell an die Kundinnen und Kunden, so sehr emotional es zu verstehen ist, den Haupteinkauf nicht auf die Wochenendsituation auf Freitag, Samstag zu verlegen, sondern in der Woche auch einzukaufen, also auch den Dienstag und den Mittwoch zu nutzen dafür, dass wir auch in der Lage sind, Regale wieder aufzufüllen und die Waren entsprechend halt auch den Menschen dann auch anbieten zu können. Derzeit, wir haben einen klaren Appell. طبعا هي اللاستة طبعتها صورتها من صفحة الانترنت freiepresse.de، وهون مكتوب فيها مين مسموح له يقدم عن نوت بتغويونغ، مثلا مثل الاشخاص اللي عم يشتغلوا بالكزنتهايت، يعني المسؤولين عن الطب، المسؤولين مثلا نقول عن الطيران، المسؤولين عن الباصات، المسؤولين عن الانترنت كمان بحق لهم يقدموا هذا الشيء، وهدول لازم ما يعطلوا. من عدا ذلك للاشخاص اللي عم يشتغلوا بالسوبر ماركت، طبعا انا الفيديو حطيت لكم اياه بالوصف، الرابط قصدي حطيت لكم اياه بالوصف، وفيكم انتم تشوفوا بنفسكم. وشكرا لكم.